السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأصحابه الثقات الأمناء المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وهم نجوم المهتدين ورجوم المرتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أيها الشيوخ الفضلاء وطلابي الاعزاء والحاضرين المكرمين في هذه الجلسه المباركه الميمونه في مستهل كلامي اوجه كثير شكري وتقديري واحترامي وتبجيلي الى من كان سببا لظهور ونشأة هذه الدوهة العلمية المباركة العظيمة في هذه التربة الشريفة. والقائمين عليها ممن مات وممن بقي على قيد الحياة. نسأل الله لنا ولهم المغفرة والرضوان والجوار في جنة خلد الرحمن بشفاعة سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وأوجه شكري على وجه الخصوص إلى طلاب جامعة الإمام الشافعي الذين كانوا طلابا في جامعتنا، واليوم صاروا من كبار اساتذه هذه المؤسسه الكريمه، وهذا الشيء سيكتب في ميزان حسنات جامعه الامام الشافعي الكائنه في شيانجور، وهم اليوم شيوخكم واساتذتكم بالالافه الى شيوخ اخرين تتلقون عنهم العلم الشرعي الشريف وانتم تجدون عندهم كثيرا من بغيتكم ان شاء الله وهذا ما نتمناه ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يحقق ذلك ونحن ايضا ندعو لهؤلاء دوام التوفيق ودوام النصرة في إنجاه هذه المصاعي التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم أوجه إليهم كلمات الشكر على وجه الخصوص وأنا بعد ذلك أريد أن أتحدث في عدة نقاط باختصار شديد نحن في اندونيسيا مسلمون نعيش مسلمين وعددنا كبير جدا الحمد لله ونحن نعتز بذلك ونفرح بذلك ونتفاخر بذلك امام الاخرين عددنا كبير من شرق هذا البلد الى غربه هذا العدد لا نجد كلمه نعبر بها عن شكر الله سبحانه وتعالى لبلوغ عدد المسلمين إلى هذا العدد والسبب وراء ذلك هو الجهاد والجهود المبذولة من قبل علمائنا وسلفنا الماضين في الزمان القديم وما نراه اليوم في اندونيسيا ليس الا اثار جهاد هؤلاء الاعلام الكبار وما نراه اليوم ليس نتائج عمل من اعمالنا وانما هو الاثار الطيبه للجهود التي بذلها هؤلاء الشيوخ الاندونيسيون القدماء وغيرهم ممن جاءوا الى هذا البلد من البلاد العربيه ومن البلاد الهنديه وعلى وجه الخصوص من بلد الشيخ زين الدين الماليباري فنحن مدينون نحن كلنا مدينون لهؤلاء السلف الطيب الكرام نسال الله لهم ان يرفع darajatahum wa manzilatahum wa dhikrahum fil alamin ila qiyam saati wa saati qiyam beliau membuka jelsah ini dengan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untayan salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir kiamat, hingga akhir kehidupan kita di dunia menuju hari kiamat yang mana beliau juga menyinggung bahwa alul bait keluarga baginda nabi merupakan ibarat bintang-bintang yang bisa menjadi petunjuk kepada kita semua menuju kebenaran. Beliau menyampaikan in urid illal islah wa mastata'at Beliau tidak ada lain yang diharapkan kecuali sebuah kebaikan dan hal itu jika mengandalkan kekuatan beliau tidak akan bisa. Maka la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya beliau menyampaikan bahawa di awal pembicaraan beliau di awal pertemuan ini beliau menyampaikan rasa syukur secara umum kepada orang-orang yang sudah menjadi sebab adanya lembaga pendidikan Islam ini. Tentunya hal itu mengarah kepada pengasuh dan seluruh keluarga pengasuh Pondok Pesantren Mambo'nulum Bata-Bata dan kepada seluruh orang-orang yang berkiprah mengabdikan diri serta terus berjuang di pondok pesantren tercinta ini. Semoga beliau dan seluruh orang-orang yang berjuang di tempat ini mengabdikan diri untuk pendidikan dan dakwah Islam di tempat ini selalu mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya secara khusus beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman Santri bata-bata yang menuntut ilmu kuliah di Jami'ah Imam Syafi'i Cianjur, yang sudah menjadi jembatan bagi beliau untuk bisa berkunjung dan bersilaturahim serta berbagi di tempat ini. Begitu juga, kata beliau, semua asatid yang mengabdikan diri turut mengajar dan berjuang di pondok pesantren ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan taufik dan pertolongan dalam pengabdian tersebut. Selanjutnya beliau akan melanjutkan pembahasan dalam beberapa hal tentunya dengan rentan waktu dan pembahasan yang cukup ringkas. Seperti halnya kita ketahui bahwa penduduk muslim di Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. mulai dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat dan beliau bangga dengan hal ini sampai tidak ada kata yang pantas untuk di ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat besar ini yaitu nikmat jumlah penduduk muslim terbesar yang terdapat di Indonesia. Hal itu tidak lain merupakan buah dan hasil Dari kegigihan dan perjuangan ulama-ulama kita terdahulu yang menyebarkan Islam di Indonesia Baik itu yang datangnya dari Yaman ataupun yang datangnya dari e, India secara umum dan secara khusus yang datang dari Malibar Termasuk diantaranya pengarang kitab Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari Dan juga buah perjuangan dan dakwah dari ulama-ulama kita ulama-ulama muslimin yang terdapat di Indonesia. Semua perkembangan dan nikmat Islam dan semua kemajuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini bukan merupakan hasil dan perjuangan dari jerih payah kita pada saat ini melainkan hal itu semua kembali kepada catatan amal soleh ulama-ulama kita terdahulu. Mimma yastawjibuna alaina yani haula'il qudama' ومما يستوجبون علينا ويستحقون علينا ان نذكرهم وان نترجم لهم وان نؤرخ لهم وان نبين سيرتهم للاجيال القادمه من كانوا من كان الامام الشيخ محمد النبوي الجاوي مثلا لابد ان نعرف سيرتهم من كان الشيخ محمد محبول الترمسي والى غير ذلك ومن كان الشيخ محمد هاشم اشعري اذا لم تكن انت عالما بتاريخ هؤلاء ومطلعا على تفاصيل حياتهم ومن الذي سيعرف ذلك وهؤلاء بجهادهم وخدماتهم لهذا الدين قد استحقوا علينا واستوجبوا منا ان نذكر سيرتهم ونعلم لأبنائنا مآثر ومفاخر هؤلاء هذا طريق الدعوة إلى الله طريق الدعوة إلى الله هو التذكير بمن سبق من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وهذا بعض ما طلب منه طلب سيدنا إبراهيم عليه السلام من الله تعالى وجعل لي لسان صدق في الاخرين. واجعل لي لسان صدق في الاخرين. ان الله خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: ورفعنا لك ذكرك. لابد ان يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في كل يوم وليله. ليس فقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي مرفوع وكل ما يتعلق بالنبي مرفوء الذكر ذكر النبي مرفوء وذكر اصحاب النبي مرفوء وذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرفوء ذكر أئمة دين النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ذكر من ورث منهجه مرفوء ورفعنا لك ذكرك يعني ورفعنا لك ذكرك وذكر كل شيء يتصل بك ويرتبط بك ويرجع إليك وينتسب إليك ومما ينتسب إليه صلى الله عليه وسلم جهاد سلفنا في هذا البلد فلا بد أن نعرفهم وهل عرفناهم حينما نعرفهم وسوف يعرفنا من يأتي بعدنا، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت كما تفتخر بأبائك، كن فخرا لأبنائك. دائما نقول يعني أنا جدي فلان، <applause> أنا جدي رسول الله، أو أنا جدي فلان كذا، أنا جدي الشيخ الفلاني. نعم، هؤلاء الأجداد جعلوا أنفسهم. بحيث تفتخرون انتم بهم الان ولكن هل انتم تجعلون انفسكم اليوم بحيث يفتخر بكم ابناؤكم غدا تامل كل واحد منا يتامل في نفسه انا افتخر بآبائي وهل سيفتخر بي ابنائي ام سيسبونني ام سيقولون عني سوءا ان ابي كان سيئ العمل إن أبي لم يؤدي الأمانة إن أبي لم يبين الحق إن أبي سكت على المنكر إن أبي نشر الجهل والبدعة والانحراف في البلد أنت الذي ستختار إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فكما تدين تدان فالطريق الأول في الدعوة إلى الله هو أن تعرف طريق من سبقه الذي لا يعرف طريق من سبق كيف يشق لنفسه طريقا إلى الأمام هذا لا يمكن هذا فالواجب الأول علينا أن نعرف آباءنا وأجدادنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا من كانوا وكيف كانوا وماذا سيرتهم وماذا فعلوا وما هو منهجهم وما هي كتبهم وما إلى ذلك فإن ذلك عندما نعرف ذلك نقتبس نورا من هذا التاريخ من معرفة هذه الآثار والمآثر فعند ذلك نستطيع أن نعرف ما هو الطريق الذي ينبغي علي أن أمشي فيه وإلا فسوف نظل إذا لم تعرف أباك وجدك وآباءك الأقدمين أنت سوف تظل الطريق إذا نظرت الى الأجنبي الذي هو مخالف في دينك هو مخالفك في عقيدتك إذا نظرت إليه كأنه هو أبوك إذا نظرت إليه كأنه هو شيخك إذا نظرت إليه كأنه هو الذي يربيك سوف يظلك لا هداية بعده فَأَنْتَ لَا تَنْظُرْ بَلْ أَجْدَادِكَ الَّذِينَ هُمْ أَجْدَادُكَ الَّذِينَ هُمْ هُمُ الَّذِينَ هَذَا وَهَذِهِ seperti yang telah disampaikan beliau sebelumnya bahwa agama kemajuan dan perkembangan yang sudah kita rasakan saat ini merupakan buah dari hasil perjuangan ulama-ulama sebelumnya. Dari itu, beliau melanjutkan bahwa merupakan sebuah kewajiban kepada kita dan hal itu merupakan hak daripada ulama-ulama kita terdahulu wajib bagi kita untuk menyebutkan untuk mengetahui dan mengangkat kembali sejarah-sejarah ulama-ulama terdahulu. Kita harus tahu. Kata beliau, siapa Imam Nawawi? Siapa Kiai Nawawi Al Jawi Al Bantani? Siapa Syekh Mahfud At-Tarmasi? Siapa Syekh Kiai Hashim Al ashari Karena mempelajari sirah ulama-ulama terdahulu, mengetahui seperti apa perjalanan ulama-ulama terdahulu yang mana mereka mereka semua sudah memberikan agama kepada kita itu merupakan minat din termasuk dalam ajaran agama bagaimana tidak ketika Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wa ala nabiyina salam berdoa yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an wa ja'alli lisana fil akhirin ini merupakan permintaan dari beliau Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diingatkan kepada orang-orang yang telah memberikan jasa besar kepada beliau kepada beliau Nabi Ibrahim. Termasuk Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang dikutip oleh beliau tadi, "Wa rafa'na laka dzikrak." Ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat sejarah, mengangkat kisah dan mengangkat popularitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada alam. dan termasuk secara khusus kepada umat Islam. Dari ayat ini kata beliau dapat dipahami bahwa yang seharusnya diangkat bukan hanya sekedar nabi kita, sejarah nabi kita, melainkan semua penerus, semua orang-orang yang menyampaikan agama beliau kepada kita termasuk ulama-ulama kita yang sudah menyebarkan agama agama Islam di Indonesia. Seperti halnya kita berbangga dengan ulama-ulama kita terdahulu, dengan kita mengetahui bagaimana sejarah perjuangan beliau, bagaimana Islam tersebar di Indonesia, disebabkan perjuangan beliau, seperti halnya kita bangga dengan beliau-beliau itu, maka seharusnya juga kita bisa dibanggakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Ketika kita tidak bisa mengenali, membanggakan ulama-ulama sebelumnya maka seperti itu pula kita juga akan tidak tidak bisa dibanggakan dan tidak bisa dikenal oleh generasi kita selanjutnya yang hal itu merupakan sejarah penerus dari kehidupan kita karena dengan adanya kenal dengan adanya pengetahuan kita terhadap sejarah-sejarah ulama terdahulu kita akan tahu Islam yang kita anut Islam yang kita bermat dengannya kita beragama dengannya dibawa oleh siapa? kita tahu dan diteruskan oleh siapa? dan dengan pengetahuan hal itu kita akan mendapatkan cahaya kita akan mendapatkan hidayah disebabkan uh, dengan berokahnya ulama-ulama terdahulu yang sudah kita ketahui tersebut masyaih wa wa ulama'u hadhal baladi masyuhurun حتى في خارج بلادكم الشيخ محمد محفوظ ترمسي أنتم تعرفونه جميعا ونحن نعرفه في الهند نحن نعرفه في الهند وكتابه حاشية ترمسي على شرح المقدمة الهضرمية في سبع مجلدات لخمة موجود في مكتبتي في الهند والشيخ محمد النووي الجاوي أنتم تعرفونه ونحن في الهند كلنا يعرفه وكتابه بل كتبه وله أكثر من خمسين كتابا في اللغة العربية وليس في اللغة الجاوية في اللغة ماذا في اللغة العربية الفصيحة التي يتحدث بها العرب وليس العربية التي يتحدث بها المادريون فرق بين اللغة العربية التي يتحدث بها طلاب مدرة وبين اللغة العربية التي يتحدث بها علماء البلاد العربية في الزمان القديم وبهذه اللغة تحدث الشيخ محمد النووي الجاوي فلذلك طبعت كتبه في الهند طبعت كتبه في بومباي وفي مدراس وفي ماليبار طبعت كتبه في القاهرة وفي دمشق وفي الحجاز وفي المدينة المنورة إذا كان يكتب باللغة الجاوية من الذي سيطبع يطبع كتبه ومن الذي سيعرفه ويعرف كتبه والشيخ زين الدين الماليباري أنتم تعرفونه وهو من ماليبار أنا من بلده أنتم كلكم تعرفونه ملايين المسلمين في إندونيسيا قرأوا كتابه إذا كان كتب هذا الكتاب باللغة الماليبارية هل كنتم ستعرفونه؟ لا تعرفونه إذا لماذا عرفتموه؟ عرفتموه لأنه رجل عربي نعم هو هندي ولكن عاش حياة عربية كتب مؤلفات عربية باللغة العربية السليمة التي لا تختلف عن لغة الشيخ ابن هجر الهيتمي لا تختلف عن الشيخ عن لغة الشيخ محمد الرملي فلذلك اصطف مع العرب وقف في صف العرب لكن نحن اليوم أين نقف؟ نحن اليوم نقف مع البوذيين والصينيين واليابانيين إذا كان هذا حالنا فلا يليق بنا أن ننتصب إلى الشيخ محمد محفوظ الترمسي فلا يليق بنا أن ننتصب إلى الشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ محمد هاشم أشعري من أكثر الشخصيات الذين جذبوا انتباهي أنا قرأت له عدة كتب هي باللغة العربية وهو ممن مات في القرن الماضي وليس من القرون الأولى رجل عاش وهناك من أدركه وهناك من أدرك زمانه ما زال وقد زرناه في سورابايا والشيخ محمد هاشم اشعري كان مجاهدا بطلا لم يكن يخ... لم يكن يخشى لوم لائم ولا بطشه ظالم كان يحمل سيفا في يده وقلما في يده الاخرى كان يقاتل بالاسلحه البيضاء هكذا في تاريخه ان لم تقرأوه فانا قراته كان يقاتل بالأصلحة البيضاء تفهمون هذا المعنى انا لا اقول لكم اخرجوا غدًا تحملون سلاحًا وتقاتلون به لكن ابين لكم سيره ابائكم فقط ليفهم من يفهم وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه له كتاب هو من اعظم الكتب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ محمد هاشم اشعري وهو التنبيهات الواضحات هذا الكتاب انا انصحكم جميعا ان تقراوه وهو باللغه العربيه وقد طبع مؤخرا قبل سنتين تقريبا طبع طبعة جديده عصريه يليق به ويليق بمنزلته طبع في جاوه في دار تراث نساندرا بتحقيق شاب فاضل اندونيسي فانا انصحكم جميعا ان تقرؤوا هذا الكتاب وما هو الموضوع الذي تناوله في هذا الكتاب أنا لا أتعرض له الآن هكذا ينبغي أن يكون عالم في الإسلام أما الذي يسقط على المنكرات أما الذي يلتمس العذر للفساق والمنحرفين، أما الذي يدافع عن المنهج المخرف أما الذي كذا وكذا هذا ليس على قدم الإمام محمد هاشم أشعري هذا في واد وذاك في واد، كن صريحا وصادقا، اما ان تقف في هذا الصف، واما ان تقف في هذا الصف. العرب ما كانوا يحبون النفاق، اما مؤمن واما كافر. العربي هو جريء اذا امن، امن بقلبه ولسانه. إذا كفر كفر بقلبه ولسانه كن أنت مثله إما أن تقف معه وأنت جريء وأنت بطل وأنت شجعان لا تخاف في الله لومة لائم وإما أن تكون في الصف المخالف له وتقول أنا أخالفه أنا لست على منهجي أما أن تقول أنا سني أنا أشعري ثم تنافق ثم تدافع عن الباطل وترد الحق wahada simatul jubana simatul jubana al -jari. beliau menyampaikan bahwa ulama-ulama kita ulama-ulama Islam di Indonesia sangat terkenal bukan hanya di dalam negeri bukan hanya di Indonesia saja melainkan sudah dikenal di berbagai macam negeri, di, manca di mancanegara di negara-negara Islam yang berada di di luar sana. Termasuk di antaranya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau bukan cuma dikenal di Indonesia, tapi juga di negara Arab, bahkan di negara India. Beliau mempunyai karya Hasyiyatu Tarmasi ala Muqaddimah Al-Hadramiyah yang mana kitab ini merupakan kitab besar yang dicetak akhir-akhir ini di Darul Minhaj sebanyak tujuh jilid ini kita beliau bukan hanya dikenal dan dinikmati oleh muslim Indonesia, tapi juga oleh ulama dan muslim di di Arab, di India karena bahasa yang ditulis oleh beliau menggunakan bahasa Arab, bahasa Arab yang fasih seperti halnya yang juga digunakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Beliau Kiai Nawawi Al-Bantani juga dikenal di Hijaz, di Mekah, di Madinah, termasuk juga di, di India bahkan muallafatnya beliau, kitab-kitab karangan beliau juga dicetak di India. Itu karena kenapa? Karena bahasa yang digunakan oleh beliau bukan bahasa daerah, melainkan bahasa dunia, bahasa Arab, bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa Arab seperti halnya orang-orang Madura, orang-orang Indonesia yang ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia diarabkan atau bahasa Madura yang diarabkan, tidak. Akan tapi bahasa yang digunakan oleh beliau dalam kitabnya tidak jauh bahkan sama persis dengan bahasa-bahasa ilmiah yang digunakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al Hitami di dalam, di dalam kitabnya. Juga ada Syekh Zainuddin Al Malibari yang juga memberikan sumbangsih besar kepada kita di Indonesia dalam uh, belajar ilmu fikih. Beliau-beliau ini sejajar dan berkumpul dengan ulama-ulama yang berada di Timur Tengah. Istofu ma'al muslimin wa ma'al ulama huna kata beliau. Dengan karena apa sampai bisa sebari dan sejajar dengan ulama-ulama di luar sana karena keilmuannya, karena karangannya, karena bahasa Arabnya. Sementara kita sekarang nahnul yaum. Dengan siapa kita dibariskan? Dengan siapa kita bergaul? Kita bergaul dengan orang-orang hunut, kita bergaul dengan orang-orang kufar, kita bergaul dengan orang-orang sin, orang Cina, kita bergaul dengan orang Jepang. Apakah dengan pergaulan yang seperti itu dapat Menggabungkan kita sejajar, sebaris, satu sob dengan ulama-ulama terdahulu, dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Tidak, syekh Hashim, -Ha Hashim ke Hashim Al Ashari, sebagai ulama kita di Indonesia, beliau juga terkenal di luar di berbagai negara Islam karena beliau bukan hanya sekedar kiai pengarang kitab, akan tapi juga beliau sebagai mujahid, sebagai uh, pejuang, yang mana sudah disampaikan oleh beliau tadi bahwa beliau berjuang dengan pedang di tangan kanannya, juga berjuang dengan kolam dengan tinta di tangan yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa perjuangan yang diberikan oleh ulama-ulama kita sebelumnya tidak hanya sekedar taklif mengarang atau tidak hanya sekedar berperang akan tapi kedua-duanya beliau berperang berjuang dengan senjata dan kolam jadilah orang-orang yang pemberani kata beliau jangan jadi orang yang setengah-setengah generasi tanggung orang Arab tidak senang nifak tidak senang munafik tidak senang berpura-pura orang Arab kalau iman iman luar dalam kalau tidak senang dengan iman tidak dapat hidayah maka sebaliknya kafir luar dalam tidak seperti orang-orang yang kita kenal saat ini yang mengatakan saya iman saya Islam tapi dalamnya munafik begitu juga dengan orang-orang yang menisbatkan dirinya terhadap sebuah terhadap sebuah golongan ulama saya sunni saya syafi'i saya asy'ari tapi diam ketika ada kebatilan tapi menolak ketika ada kemungkaran, menolak ketika ada kebenaran dan diam ketika ada kemungkaran. Hal ini bukan sifat para pejuang. Hal ini bukan sifat talibul ilm yang siap memperjuangkan Islam, melainkan hal yang seperti ini merupakan sifat orang-orang yang penakut.